واقعة تحرش جديدة، لكن هذه المرة داخل حرم جامعة القاهرة. فتاة تتجاوز 20 عاما تم التحرش بها من قبل العشرات من زملائها. رئيس الجامعة الذي أمر بفتح تحقيق في الواقعة ألقى ببعض اللوم على الفتاة لارتدائها ملابس وصفها بغير اللائقة، وأكد على أن هناك تعليمات واضحة لأفراد الأمن بمنع دخول طالبات وطلاب بتلك الأزياء، ما أثار غضب كثيرين ضده، وأكدوا على أن ما ترتديه الفتاة لا يعد سببا للتحرش بها. لا يوجد في القانون قيود على حرية ارتداء الملابس داخل الجامعة المصرية. فتصاعد أعمال العنف تجاه المرأة من تحرش جنسي خلال السنوات الماضية دفع بعدد من حملات التوعية لتكثيف وجودها في الشوارع المصرية لرصد حالات الانتهاكات التي تتعرض لها كثير من النساء. ويقول مطلقو هذه الحملة إنهم حصلوا على موافقة من رئيس جامعة القاهرة للدخول إلى الحرم الجامعي لتوعية الشباب. في بروتوكول بنحاول نصيغه دلوقتي عشان يكون في تعاون مشترك بين اعضاء او متطوعين شفت تحرش وبين اداره الجامعه، عشان يكون يعني وجودنا داخل الجامعه مفعل وبتصاريح. ورغم ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، فإن المشرع المصري لم يضع معنى أو إطارا محددا للتحرش، ما قد يمكن الجاني من الإفلات من العقاب. ونص قانون العقوبات في آخر تعديل له إبان حكم المجلس العسكري عام 2011 على جريمة هتك العرض، وحدد لها عقوبة السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات. أما خدش الحياء في الطريق العام فعقوبتها الحبس لمدة أقصاها عامان وغرامة لا تزيد عن 2000 جنيه. هذه الجامعة تعد أعرق الجامعات المصرية، إلا أن حادثة التحرش الجنسي التي تعرضت لها إحدى الفتيات قبل عدة أيام بداخلها تدق بقوة جرس الإنذار حيال الواقع الذي تعيشه كثير من النساء بمصر من عنف يمارس ضدها بشكل يومي. آية رادس، سكاي نيوز عربية، القاهرة.